السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا مبسوطين معانا في التريننج. معاكم سما عبدو. ان شاء الله سيشن النهارده هتكون على البايثون. فاول جزء خالص هنبتدي بالبيزكس، ايه هو البايثون وازاي نعمل برينت ونشوف الفاريبلز والفور لوبس وكل الكلام ده. تاني جزء وهو البايثون لايبرز، هنشوف 3 مين لايبرز اللي هما numpy matplotlib وpandas. طب تعالوا نشوف احنا ليه اصلا بنستعمل البايثون. زي ما احنا عارفين البايثون السينتكس بتاعه سهل جدا وفي نفس الوقت readable، وبنستعمله في applications كتيرة زي بقى machine learning و deep learning و data analysis و visualization. طب تعالوا نشوف ال features بتاعت البايثون. أول حاجة البايثون interpreted language غير ال C و C++، دول يعتبروا compiled languages. طب أصلا ايه الفرق ما بين interpreted و compiled languages؟ احنا compiled language لازم يكون الكود بتاعنا error free عشان يبتدي ان هو يرن، لكن في الانتربريتد لانجويج مش شرط، هو بيرن لاين باي لاين، واول ما يلاقي ايرور بيبتدي ان هو يوقف الاكسكيوشن. طيب تاني حاجه وهو ان البايثون دايناميكلي تايب، يعني انا مثلا الفاريبل مش لازم اديله داتا تايب معين، هو اوتوماتيكلي بيعرف ده، غير مثلا السي والسي بلس بلس لازم اعرف كام بكل فاريبل، هو انتجر هو فلوت هو ايه نوعه. اخر حاجه بايثون سترونجلي تايبد، بمعنى ان انا ما ينفعش اعمل concatenation مثلا ما بين اتنين داتا تايبس مختلفين، لازم يكونوا نفس الداتا تايب، او ان انا استعمل ال type conversion functions، وهنشوف الكلام ده عشان ابتدي احول ما بين داتا تايبس مختلفه. غير مثلا الاكزامبل اللي عندنا الجافا سكريبت، لو انا عملت مثلا integer plus string هو مش هيطلع لي error وعادي هيجيب 12 اللي هي string. طب تعالوا نشوف اول demo معانا وهي على print function. انتوا ممكن تستعملوا اي اي دي اي يعني يريحكم عشان ترنوا بايثون فايل، يعني ممكن تستعملوا باي شارم او اي حاجه، بس هو مين اللي بنشتغل على في اس كود. البرنت فانكشن ببساطه بتفتح كوتيشن مارك تكتب الكلام اللي انت عايزه وبس كده. طب ايه الفرق ما بين دي مثلا ودي؟ انا لو جيت عملت رن هو هيطلع نفس الحاجه، بس الفرق ان انا عملت الكوما دي عشان لو مثلا عندي كلمتين وعايزة أفرق بينهم أعمل سبريتور غير السبيس. يعني هنا سبريتور كان سبيس وهو ده الديفولت في البرينت فانكشن، طب أنا عايزة أغيره فبعمل كده، بغيره مثلا بأي حاجة أنا عايزاها. فلو جيت عملت ران تاني فبدل ما كانت سبيس بقت الشكل ده. طيب لو أنا مثلا بدل ما كانت كومس كده هخليها بلس. طبعا احنا عارفين يعني البلس دي بتعمل concatenation، بس الفرق بقى ان هي هتخلي الكلام كله ايه لازق في بعضه كده. طب هل ينفع اعمل مثلا concatenation ما بين لو جيت عملت كده مثلا age is وعملت concatenation string ورقم كده، فانا لو جيت عملت run هيطلع لي error. فلازم نستعمل ايه ال type conversion functions، ودي هنتكلم يعني عليها يعني ده. لو تلاحظوا يعني هو كان ايه لما كل ما يجي يعمل print بيتنقل ل line جديد. طب انا مش عايزة ده، عايزة اخليه ال end، او ان هو ميبقاش backslash end، تبقى حاجة تانية. فمثلا اغير برضو انا ال end، ال default هو ال backslash end، كان ممكن اخليه مثلا اي شكل تاني زي ما غيرت في السبريتر كده. كده لو عملت برينت تاني ايه مثلا وجيت عملت رن فعمل الاستريكس، بعد كده كتب اما ايه ما نزلش اي سطر جديد. طيب دلوقتي هنتكلم على الفاريبلز. زي ما قلنا ان هي البايثون دايناميكلي تايب، بمعنى ان انا مش لازم ادي داتا تايب معين للفاريبلز اللي هكتبه. فمثلا عندي اكس بتساوي 10، فانا ببساطه بكتب اكس بتساوي 10 من غير ما ادي جنبها اي انتجر، وهو اوتوماتيكلي هيعرف ان ده انتجر. طب انا عايزه اشوف اتاكد يعني من داتا تايب اللي انا كاتباه، ففي فانكشن اسمها تايب، دي بيلت ان فانكشن في البايثون بترجع لي الداتا تايب بتاع الفاريبل يعني. فلو عملت كده هيديني ان هي من كروس انتجر. طيب لو غيرت مثلا الاكس دي خليتها اي حاجة تانية string مثلا وجيت عملت run، فالتايب بتاعها هو ايه string.
طيب في حاجة في ال variables وهي إنها عبارة عن reference أو pointer، بمعنى إن هو ال variable ده ما هو عبارة عن object. ال object بيكون ليه attributes و methods، وهنتعرف على الكلام ده أكتر يعني لما ناخد session ال OOP، هنعرف يعني ايه attribute ويعني ايه method. فبس بكل بساطة يعني كل عايزك تعرفوه إن ال variable هو مش بيخزن مكان في الميموري، هو بيشاور على مكان في الميموري. وعشان نتأكد من ده يعني لو انا جيت سويت مثلا جبت variable تاني y وسويته بالاكس، وجيت شفت مكانهم هما الاتنين في الميموري، فهعمل مثلا print عشان اعرف مكان اي حاجة في الميموري، بستعمل built in function اسمها id. فهشوف ال id بتاع ال x وال id بتاع ال y. لو جيت عملت run، هو زي ما انتوا شايفين هو عطاني هما الاتنين ايه نفس ال id، فمعنى كده ان هو ال y ده مش بيتخزن في الميموري، بس هو هما الاتنين ال y وال x بيشاوروا على المكان ده في الميموري. فبس كده. طب تعالوا نكمل كلامنا برضو على ال variables ونشوف انا ازاي اخد input اصلا من user. ف بكل بساطة بستعمل function اسمها input، والانبوت دي بترجع لي الحاجة اللي اليوزر هيدخلها. فانبوت مثلا نخليه يدخل value معينة، فهو يعني مثلا بدوس 2 هو هيخزن ال value 2 دي جوه اكس. طب تعالوا كده نشوف ال type بتاع اكس ايه. يعني انا لو جيت عملت print type بتاعت اكس، فدخل برضو نفس الاتنين، هو رجعها لي string مع اني مدخله ايه 2. يعني المفروض انا عايزه ال value بتاعت ال x دي تكون integer. طب عامة input function دي هترجع لي اي حاجة string، يعني اي حاجة دخلها هترجع لي string. فساعتها بقى نيجي لل type conversion functions، ان انا اعمل casting او ان انا احول ما بين اللي هو string ده ل integer. فبكل بساطة هعمل casting، هكتب integer عشان اضمن اللي هترجعهولي ده انتجر مش سترينج. بس فانا لو جيت عملت ران تاني 2، فرجعت لي فعلا انتجر. طب البايثون ليها داتا تايبس كتير، فاحنا هناخد 6 منهم اللي هما النمبرز والسترينج الليست التوب الدكشنري سيت. فهنبتدي بأول حاجة وهي النمبرز. ف يعني النمبرز معروفة ان احنا بنعمل عليها مثلا اي mathematical operation. ف لو عندي مثلا x equal 5 y يكون 3 أي أرقام. طبعا ممكن أعمل add subtract وكده، بس يعني كل الكلام ده احنا عارفينه يعني. فهوريكوا بس فرق ما بين حاجتين. لو عملت x divided y بالشكل ده و x divided y بالشكل ده، طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ هو الاتنين بيعملوا division، بس أول واحدة هتعملي float division، لكن تاني واحدة هتعمل integer division. يعني لو جيت عملت run، دي طلعت لي float ودي طلعت لي integer. طب ال power برضو ممكن اعمله ازاي؟ لو عايز اعمل x power y، فهي عبارة عن x double asterisk y. لو عملت asterisk واحدة دي طبعا هتكون multiplication، فطلعت لي power. دي اول حاجة عندنا وهي numbers. طب دلوقتي هناخد تاني data type معانا وهو ال string. اول حاجة نشوف ازاي بنعمل له declaration اصلا. هو ليه كذا طريقة لل declaration. فاول حاجة ممكن نستعمل عادي single quote، تاني طريقة ممكن نستعمل ال double quote، وتالت طريقة هنستعمل ال triple quote. وفي طريقة كمان ان انا استعمل ال str function نفسها واكتب ال string بتاعي جواها. طب انا لو جيت شفت التايب بتاع اي واحد من دول هيطلع لي عادي ان هما من كلاس سترينج. بس في حاجه بتميز مثلا التريبل كوت عن السنجل والدبل، وهي لو انا مثلا عايزه اكتب كلمه هالو هالو وورلد وكلمه وورلد نفسها جوه ايه دبل كوتيشن، فطبعا هي بتديني ايرور، فبضطر استعمل الباك سلاش كده عشان ما يبقاش فيه اي ايرور. ولو جيت عملت برنت لل اس،
طلعت لي فعلا هلو وورد، والوورد ما بين دبل كوتيشن. ونفس الكلام برضو لو استعملت سنجل كوتيشن هضطر استعمل ايه الباك سلاش دي عشان ما يطلعليش ايرور. بس لو جيت بقى استعملت ال تريبل كوتيشن فعادي ممكن اكتب اي حاجة انا عايزاها جوه من غير اي باك سلاش او اي حاجة، واعمل print للاس. بس طلعها لي كمان برضو من غير اي باك سلاش. طب ده كده ال string declaration. تعالوا نشوف شوية operations يعني بنعملها على string. فأنا لو عندي أول string مثلا hello، ثاني string world، ف تعالوا نشوف ازاي نعمل concatenation. هو بكل بساطة بعمل s3 مثلا أو أي variable تاني خزن فيه s1 بس s2. فأنا كده عملت concatenation، ودي شفناها حتى في ال print خالص بس ما كناش مستعملين أي variables يعني. لو جيت عملت run فطلعهم لي هم لازقين في بعض. طيب ده كده concatenation. طب انا لو عايزة اعيد اعمل repeat ل s1 ده لعدد معين من المرات، فبكل بساطة ان انا بعمل s1 واضربه في الرقم اللي انا عايزة اعيده وليكن 3، فطبعا لي كلمة hello 3 مرات. طب نيجي بقى للاندكسنج. يعني احنا عارفين ان السترينج ما هو الا عباره عن array of characters، فانا ممكن اكسس اي كاركتر انا عايزاه. ف سي مثلا دلوقتي عايزه اكسس اول كاركتر اللي هو ال h يعني في s1، ف طلع لي فعلا ال h. طب لو انا عايزه اكسس مثلا اول 3 كاركترز، فبعمل يعني اول 3 كاركترز اللي هي من 0 ل 2، بس انا مش بكتب من 0 ل 2، انا بكتب من 0 ل 3 علشان هو بيرجع لي الماكسيمم ماينس 1، يعني هو من مينيمم للماكسيمم ماينس 1. ولو جيت عملت رن فهو فعلا ايه طبع لي اول 3 كاركترز بس. يعني انا لو عملت مثلا من 0 ل 4 فهو هيطبع لي من 0 ل 3 وهكذا. طيب ده كده يعتبر السلايسنج. في بقى شوية فانكشنز تانية برضو، ان انا مثلا هشوف حجم الاري ده او حجم السترينج ده قد ايه، فممكن استعمل built-in function يعني في البايثون اسمها length او len. مثلا s1 فرن فرجعت لي 5 اللي هو ايه عدد الكاركترز اللي جوه s1. طب في function تانية اسمها maximum. طبعا maximum من اسمها لو عندي مثلا array of numbers وهي ترجع لي اكبر رقم فيهم. طب في السترينج احنا عارفين السترينج ده يعني كل string بي represent ASCII كود معين، فهو بترجع لي أكبر ASCII كود فيهم. يعني مثلا لو جربتها على S1 فرجعت لي ال O عشان ال O ده ليه أكبر ASCII كود فيهم كلهم. طيب ده كده الماكسيمم. ممكن نشوف برضو حاجة تانية، لو أنا عايزة أتشيك هل الكلمة دي جوه السترينج ده ولا لأ، فبكتب مثلا world in s1، فحاجة زي كده هترجع لي اما true او false. فطبعا لو جيت رنيت هتطلع لي المفروض false. طب لو جربتها في s2 هتطلع لي true. ممكن اعمل in او ممكن اعمل not in حسب الابليكيشن بتاعي. طبعا لو جيت رنيت هتطلع لي false، فده كده ال in وال not in. ممكن حاجة كمان برضو، لو انا مثلا عايز اشوف ال string ده ال characters بتوعه upper ولا lower case، فانا بعمل بقى s1 dot. يعني احنا زي ما كنا اتكلمنا في الاول ال variable ده عبارة عن object، وال object ده بيكون ليه methods. فلما اعمل ال s1 dot فانا ال dot دي بتجيب لي كل ال methods اللي فيه يعني. فطبعا هنلاقي methods كتيرة جدا، يعني احنا بنعرفهم بعدين بقى لما نيجي نستعمل في الابليكيشن بتاعنا. فانا مثلا دلوقتي عايز اشوف السترينج ده lower case ولا upper case، فبستعمل is door. طبعا المفروض انها ترجع لي true عشان هو ايه كله lower case. طب انا بقى انا هو ده already عندي lower case، فانا عايزة اخليه upper case. ف s1 dot upper هترجعهولي بقى upper case.
is lower و is higher ده بس بتشيك اذا كان هو upper ولا lower، لكن upper او lower نفسها بقى هترجع لي الستينج نفسه حسب انا عايزه ايه. بس كده بالنسبه للسترينج. طب دلوقتي هنتكلم على تالت داتا تايب اللي هو الليست. هو الليست زيه زي الاري بالظبط، بس هو الفرق ما بينه وبين الاري ان انا ممكن احط فيه اكتر من داتا تايب. يعني في السي والسي بلس بلس الاري كان لازم كله يبقى نفس الداتا تايب، كله سترينج، كله مثلا كاركتر، كله انتجر، لكن في الليست مش شرط. فانا بعرف الليست بفتح بس براكتس كده واكتب فيها ارقام string boolean values أرقام تاني، فأي حاجة أنا عايزاها يعني. ممكن برضو أعرف list عن طريق built in function اسمها list. أنا كده عملت creation ل empty list. ممكن أزود فيها برضو أرقام، يعني أي حاجة. في برضو إن أنا لو عندي list من characters، فلو عندي مثلا character كده او string كده، فهي هترجع لي list من ال string ده. بمعنى لو جيت عملت مثلا print ال 3 فهي هترجع لي list من ال characters دي او من ال string ده. يعني كأني بالظبط عملت casting بين string حولته ل list. طب تعالوا نشوف بقى شوية operations زي ما عملنا في ال string كده بالظبط. انا طبعا ده الليست زي ال array، فممكن اكسس اي element انا عايزاه. لو اكسست اول element ممكن اعمل برضو ال slicing، خليت من 0 ل 4 اللي هي تطبع لي من 0 ل 3، فطبعت لي فعلا من 0 ل 3 او ل 4 elements. طب انا عايزه اطبع من 0 ل 3 بس، يعني عايزه اخد واحد وافوت واحد وكذا، يعني اخلي ال step بتاعي بدل ما كان واحد يبقى 2. انا الديفولت عندي ان هو يبقى واحد، فانا مثلا عايزه يبقى 2، فرجعت لي فعلا الواحد، فوتت الاثنين. اما ايه فوتت ايه الترو. طيب انا ممكن اعمل من زيرو واسيبها مفتوحة كده، فانا كده بقول له من اول الاري لغاية ايه لغاية اخرها، فرجع من اول الليست لغاية اخرها، فرجع لي فعلا ايه الليست كلها. طب العكس بعد كده بقول له من اول الليست لغاية مثلا اندكس وليكن 4، هترجع لي من اول الاري لغاية ايه 3، من زيرو لتلاتة. طيب في لو operations تانية برضو، لو أنا عايزة أزود مثلا add elements في ال list، فعندي فبكتب L1 dot. احنا عارفين L1 دي كأنها يعني L1 دي variable، فهي object ولي طبعا attributes و method. فبعمل L1 dot بيطلعلي بقى كل ال methods. طبعا في حاجات كتيرة جدا حسب بقى احنا محتاجين ايه. فأنا بحتاج مثلا append عشان أزود element، فأنا هزود مثلا 50، بس هو هيزودها لي في الآخر كأطباع M1، فعلا زود لي ال50 في الآخر. طيب أنا عايز أزود أكتر من element، بدل ما كل شوية أعمل append append، فممكن أستعمل حاجة اسمها extend. فهي extend هتزود لي مثلا list مع الليست اللي فيها اللي انا عايزاها يعني. ف L1 دي معناه ان انا شغالة يعني في اول ليست، ف هزود مثلا elements ففعلا هذه الليست ال L1 وزودت لي الخمسين وستين وسبعين اللي زودتهم. طب لو انا عايزة اعمل reverse او يعني اعكس الليست دي، هو في طريقتين للريفرس. في ان انا استعمل البيلت ان فانكشن بتاعت ريفرس، واما اجي اطبع هيرجع لي فعلا الليست ريفرس. او ممكن استعمل طريقه تانية ان انا مثلا اعمل فاريبل جديد وليكن الفور، اعمل النوم بطريقه السلايسنج برضو. فانا كانه بيقول له خد الليست من اولها لاخرها ويعمل الستب ماينس 1 اللي هو يرجع من الاخر. فنيجي نطبع الفور، ففعلا ايه عكس او عمل ريفرس للسترينج. طيب في حاجة تانية برضو عندنا اللي هي الكوبي.
لو مثلا عندي يعني مثلا الاتنين، اعمل L1 دوت كوبي. طب ايه الفرق من ان انا اعمل كوبي كده، او ان انا مثلا اساوي ال L2 دايركتلي بال L1؟ طيب الكوبي ده بيعمل حاجة اسمها شالو كوبي، ان انا لو جيت مثلا يعني دلوقتي هعمل برينت لل L2، بعد كده هزود حاجة في L1 مثلا أبند أي رقم 50 وليكن، بعد كده أعمل تاني برينت لل L2. فتعالوا كده نشوف، فايه ما زودتش، يعني هو بس عمل كوبي مرة واحدة، ومهما زودت في L1 هي مش هتزود حاجة. لكن لو عملت L2 equal L1 فأنا كده أعطيتهم ايه، نفس ال ID، يعني نفس المكان في الميموري، هما الاتنين بيشاوروا على نفس المكان في الميموري، فأي تغيير هيحصل في L1 هيحصل هو كمان ايه في L2. فأنا لو جيت عملت نفس الكلام برضو، وعملت كوبي، ففي الأول فعلا عملت برينت للليست نفسها، بعد كده عملت الأبند للـ50 وظهرت فعلا. فده الفرق يعني ما بين إن أنا أعمل كوبي وإن أنا أسويهم كده بس ببعض. فده كده يعتبر الليست. دلوقتي بقى نتكلم على رابع داتا تايب، هو التوبل. التوبل ده زي الليست بالظبط، بس الفرق ان انا once ان اتعمل له creation انا مينفعش اعدل فيه، يعني لا ينفع اعمل مثلا append زي ما كنت بعمل في الليست ولا اي حاجة، بس هو زيه زي الليست بالظبط. وبكتبه ازاي، مثلا t equal bracket ف ده كده بالظبط التوبل، هعمل له print. فهو ده شكله. ممكن احول مثلا التوبل الليست بتاعتي مثلا لتوبل، فبكل بساطة بستعمل التوبل فانكشن مثلا تي، ناخد الليست دي فحولت فعلا الليست دي توبل. فبس هو بسيط جدا، بس هو بس الفرق ما بينه ان هو immutable، يعني انا مينفعش اعدل عليه اي حاجة بعد ما اتعمل له creation. طب دلوقتي ندخل بقى في الديكشنري. ايه اصلا الديكشنري؟ هو ببساطة انا كل value بسيبها لازم يكون ليها key معين، وده بنحتاجه مثلا لما اجي اعمل mapping وكده، فبيساعد يعني ان انا اسيرش بالكي يعني اسرع. ف الدكشنري بكتب اسم ال variable العادي، بعد كده بفتح curly braces، بعد كده أول حاجة بكتبها هي ال key، وليكن مثلا key string اسم أحمد، وال value مثلا عنده 50 سنة أي حاجة. بعد كده أكتب مثلا element تاني أو يعني key تاني، وال value مثلا 60. فدي كده طريقة، ممكن الطريقة ان انا اول حاجة اعمل عادي لسه فاضية، وابتدي ان انا ازود اوتوماتيكلي الحاجة يعني الكيز والفاليوز وكده. فممكن اعمل احمد 50 نفس الحاجة، يعني الطريقة دي والطريقة دي هيرجعوا لي تمام نفس الحاجة. وبستعمل السطر ده كده لما اجي اعمل اد في الديكشنري، يعني مثلا خلاص شلت ده بس اعمل اد لفاليو جديدة يعني او لكي مختلف. لو عملت مثلا اد محمد، بعد كده جيت طبعت الديكشنري دي، فطلعت لي فعلا احمد وعلي وايه محمد في الاخر. طب تعالوا نشوف بقى شوية operations كده. لو انا مثلا عايزة اطبع بس الكيز، فطبعت لي فعلا الكيز. طب ال values نفس الطريقة، tick dot values، فرجعت لي ال values بس. طب لو عايزة مثلا أعمل delete في ال dictionary، أنا عندي طريقتين لل deletion. ممكن أستعمل delete function delete عادي، وأديها ايه
الكي بتاعي كده. تعالوا نشوف، نعمل print كده الدكشنري، فطبعت لي فعلا الدكشنري من غير ايه، الكي اللي هو بتاع احمد. فدي اول طريقة. ممكن نشوف طريقة تانية برضو، ان احنا نستعمل البوك. بعمل بوك، بعد كده بديله الكي اللي انا عايزه يعني. فانا هتطبع لي نفس الحاجة الدكشنري من غير ايه، الكي ده. طيب تعالوا نشوف مثلا ازاي نجت element. لا، عايزة get element في الدكشنري، فانا باكسس عادي بالكي بتاعه وايه، واشوف هيرجع لي فعلا ال value اللي هي 50. طيب لو انا عايزة، لو مثلا ال value الكي ده مش موجود في الدكشنري، لا يكون عملت احمد كويتل، فهتطلع لي ايرور. طب في طريقة ان هي ممكن ما ترجع ليش ايرور، ان انا استعمل الجت بتاعت دي بلت ان فانكشن يعني، واديها برضو ايه الكي بتاعي. فعملت رن، هتطلع لي فعلا 50. طب لو الاليمنت ده مش موجود، رجعت لي ايه، نون، ما عطتنيش ايرور. ف انا ممكن بقى اتحكم يطلع لي ايه المسج اللي تطلع، يعني النون ده هو الديفولت مسج. فلو عايزه مثلا تطلع لي حاجه تانية، وليكن مثلا not found اي حاجه، ايه رجعت لي فعلا ايه not found. فبس كده، ده ببساطه يعني الدكشنري. طب تعالوا دلوقتي بقى نشوف الست. هو الست بكل بساطه يعني، حتى من اسمها ان هي اي دوبليكتس هتشيل. ف هي برضه بتحط جوه كيرلي بريسز كده، كده بحط بقى الارقام مثلا اللي عايزاها. فلو جيت عملت برنت، وانا طبعا كاتباها في ارقام دوبليكتس كتير، لو جيت عملت برنت فهي حتى ايه هتشيل اي دوبليكت. ممكن برضو في اوبريشنز كتيره، مثلا اعمل اد مثلا لرقم معين فزودته، ممكن اعمل ريموف لرقم اللي هو 7، شالت 7 فعلا. بس الفكرة بقى ان انا مينفعش مثلا اكسس، يعني مينفعش اعمل اس مثلا 0 اغيره لرقم تاني. يعني انا لو جيت عملت كده هيطلع لي ايرور. مينفعش اغير الفاليوز نفسها، لكن ممكن اد وريموف عادي. تبقى ممكن بقى استعمل البيلت ان فانكشن بتاعت الست عشان اعمل برضو كاستنج. يعني انا لو عندي مثلا ليست، وانا الليست دي عايزه احولها لست عشان اشيل منها اي دوبليكتس، فممكن عادي اعمل اي بتاع اي فاريبل واستعمل الست فانكشن، واحط مثلا الليست بتاعتي بقى، اعمل برينت للال دي. فرجعت لي فعلا ليست، هي عملت كاستنج بين ليست الست بس عشان تشيل لي بس ايه اي دوبليكتس. فده كده الست، وده اخر حاجه معانا في الداتا تايبس يعني. طب دلوقتي نبتدي بقى في الكنترول ستيتمنت، واول حاجه وهي الاف كونديشن. فانا عندي مثلا اي وبي، وعايز يعمل كومبير يعني يشوف مين اكبر من مين، وعلى اساس هي برنت وكده. فمثلا عندي اف، هقول له لو ال A أكبر من B، عادي بكتب ال condition، مش لازم يعني أحطه في brackets زي ما كنا في C و C++، بس شرط أعمل اللي هما نقطتين فوق بعض دول. بعد كده بعمل enter، وهو automatically بيسيب space. ال space دي معناها إنه أي كلام هكتبه بعد كده تحت، يعني مثلا هعمل print إن ال A أكبر من B، أي حاجة بقى تحت كده بنفس ال space دي يبقى كلها تبع ال if. ده بدل يعني curly braces اللي كانت في السي والسي بلس بلس وكده. ف بعد كده اعمل مثلا else if لو هما equal، فال else if اللي هي ال if لو a equal equal b، بعد كده print equal b، بعد كده اخر حاجة else، مش محتاجة conditional else.
بعد كده اجي ارن بقى هيطلع لي فعلا ايه ان ال AI اكبر من B. طيب في طريقة تانية برضو اسمها ternary if، ان هي بتبقى if condition بس كلها بتتكتب على سطر واحد يعني. فانا لو عايز اجيب الماكسيمم ما بين ال A وال B، فبقى ال variable بسميه مثلا maximum او اي حاجة. بعد كده بكتب اول حاجة ال true value، فرض مثلا هخلي ال true value هي ال A. بعد كده اكتب if ال condition بتاعي ان مثلا A اكبر من B، else يبقى ايه ال false value. بس بعد كده اخليه يبرنت ال maximum، فطبع لي ايه ال 200 اللي هي ال true value، ان هي فعلا ال A اكبر من B. بس ساعتها هيطبع ال true value اللي هي ال A. لو كان العكس، لو A اصغر من B، هيطبع ال B اللي هي ايه ال false value. بس كده كده ال if. دلوقتي ناخد تاني control statement وهي ال loops. فأول حاجة نبتدي بال for loop. ال syntax بتاعه مختلف شوية بس هو بسيط جدا. بنعمل for i، ده اسم ال variable اللي بن iterate بيه على ال list أو أيا كان الحاجة. بعد كده in، وبنديله مثلا اسم ال list أو اسم أي حاجة يعني اسم ال variable. بس أنا مثلا في الإكزامبل ده عايزة يطبع من واحد مثلا لعشرة. ففي built in function في البايثون اسمها range، أبديها من يعني المينيمم والماكسيمم. فالمينيمم واحد وأنا عايزاها تطبع لغاية عشرة، بس هي برضو نفس فكرة ال slicing، هتديني الماكسيمم ماينس وان. فأنا لو عايزة عشرة فبكتب 11 كده، برضو نفس النقطتين. وهو automatically بيسيب space، هو زي ما قلنا لازم يكون في space علشان يبقى ال interpreter يعني يعرف ان كل الكلام اللي على نفس ال line ده يبقى تبع ال for loop يعني. بس بقى كان يجي ندبه طبعا لي فعلا من واحد لغاية عشرة. طب احنا شغالين كده بستيب واحد، طب انا عايزة اخلي ستيب مثلا اتنين او حاجة، فبزود هنا الستيب وفعلا طبع لي من واحد لعشرة بس بالستاب اتنين. طب لأ، كتبت مثلا عشرة كده بس، فده معناه ان هو يعني الديفولت هيبقى من زيرو لغاية الماكسيمم ماينس واحد اللي هو عشرة ناقص واحد اللي هي تسعة. فعلا طبع لي من زيرو لغاية تسعة. طيب لو انا عندي مثلا ليست فيها أرقام وعايزة أعمل فور لوب عليهم، يعني إن أدبل ال values بتاعت كل element فيها، فبعمل فور لوب اي برضو in بلف على عددهم. طبعا مش محتاجة أعمل length minus one، إن هي automatic بتعمل ال length minus one. بعد كده ال numbers كانت بقى ال numbers. ففعلا هي رجعت ال list دي بس ايه doubled. طب ايه الفرق من ان انا اعمل مثلا range length and numbers بان انا اكتب الليست على طول؟ انا لو كتبت الليست على طول هو بيلوب على الليست نفسها اللي هو 10 11 12، بس انا مكنتش عايزة كده. انا كنت عايزة ان هو يبقى الاي ده كأنه index مش ال value نفسها، فعشان كده استعملت range length بتاع ال numbers. طب في طريقة تانية برضو بنستعمل function اسمها enumerate بدل ال range. ال function دي بتلوب على list برضو، بس هي الفرق ان هي بتاخد ال index عادي وال value ونديها ال list. فهو الفرق ان انا عادي هعمل numbers ال i ده ال index،
بس هيساوي الفاليو مضروبة في 2. الفاليو دي اللي هي ال elements بتاعة ال list نفسها. فكده جيت برضو عملت print فطلع لي نفس الحاجة. طب احنا عندنا بقى طريقة أسهل بكتير من ان احنا نعمل فور لوب بالشكل ده، سواء بالرينج او بالانوميريت. في حاجة اسمها list comprehension. list comprehension دي هي بكل بساطة انا بعمل مثلا نفس ال variable او نفس ال list بتاعتي لو انا عايزة اعدل عليها، بديله اول حاجة ال value اللي انا عايزة اخزنها. يعني انا دلوقتي عايزة اعمل كل element اضربه في 2، ف i في 2 for i in numbers بس كده. فطبعا السنتكس كده اسهل بكتير وابسط يعني. فانا لو جيت طبعت طلعت لي ان هي الليست دوت. طب ده كده بالنسبة للفور لوب والليست كومبريهنشن كده. تعالوا نشوف الوايل لوب. الوايل لوب لو انا عندي مثلا، احنا زي ما عارفين طبعا لازم يكون في الكاونتر بره عشان هي مش بت اوتوماتيك increment او decrement. بعد كده الوايل لوب لو مثلا الكاونت ده قال لو بيساوي 10، عايزة مثلا يتبقى الكاونت. طبعا مننساش ان احنا لازم نعمل count plus equal 1. بس يعني مفيش في البايث مفيش count plus plus زي ما كنا بنعمل في السي وكده، لا يعني بتبقى plus equal 1 اللي هي count equal count plus 1. فبس تعالوا كده نشوف طبعت لي من 0 لغاية 10. طيب تعالوا نشوف بقى البريك والكونتينيو في ال في الاكزامبل ده. مثلا لو انا قلت له مثلا الكاونت بيساوي 5، فانا عايزاه يبريك. فاجابه نخلي بس البرينت دي في الاخر. فطبق فهو هيطبع الزيرو، بعد كده هيطبع الواحد والاتنين، بعد كده اول ما يجي عند الخمسة خلاص هيعمل بريك ومش هيكمل باقي الايتريشن، يعني هيطلع بره اللوب عامة. طب كونتينيو، كونتينيو ان هو المفروض بيسكيب بس ال iteration دي، بس هو بيكمل عادي بقى اللوب. طيب هنا لو انتم ملاحظين هو دخل يعتبر في infinite loop. طب ليه يعني ايه اللي خلاه يعمل كده؟ يعني هو جه عند الخمسة وخلاص و continue. هو بس يعني عشان انا حطيت ال count في الاخر، يعني المفروض اخلي ال count في الاول خالص عشان هو لما كان في الاخر يعني هو هيجي عند الخمسة، بعد كده مش حقيقي يعني هيعمل continue وهيسكيب بقى اللوب دي، فمش هيعرف يزود الكاونتر، فهيفضل الكاونتر عند 5 ويفضل يعمل كونتينيو، فعشان كده دخل في الفول لوب دي. فاحنا بس لو خلينا الكاونت في الاول خالص وجينا عملنا بريد، فطبع فعلا من 1 ل 10، بس لو هتلاحظوا ما طبعش الخمسة. فبس ده كده بالنسبة للكنترول ستيتمنتس عامة، سواء الاف او الفور او الواي. دلوقتي تعالوا نشوف بقى الفانكشنز زي نكتب فانكشن. ف هو بكتب اول حاجه def، بعد كده اسم الفانكشن مثلا اي ال يو اي حاجه، والبارامترز بقى بتوعها. لو سي مثلا انا عايزها تاخد رقمين وتعمل اوبريشنز عليهم، سواء summation subtraction او multiplication. ف بس طبعا ما فيش return data type ليها، يعني عشان احنا قلنا مفيش يعني مش لازم اعرف الكلام ده في البايثون. فهعمل return مثلا n1 plus n2، بكده انادي مثلا على الفانكشن دي خزن ال كامل print للresult. المفروض طلع لي 11، فأنا رجعت لي 11. طيب في ميزة بقى في الفانكشنز
عن باقي ال programming languages ان انا ممكن ارجع اكتر من value، يعني ممكن هي ترجع لي plus، ممكن لا ترجع لي ال subtraction، ممكن ترجع لي برضو ايه ال multiplication. ففعلا لو جيت عملت run تاني رجعت لي ال sum subtraction multiplication. طب لو احنا واخدين بالنا ال data type ده مش integer، لو جينا حتى نتشيك هو ايه ال data type بتاعه من close tuple، فال functions هي لما ترجع اكتر من value بترجعهم على شكل tuples. طب انا لو عايزة ارجع value value لوحدها وتبقى عادي على شكل integer يعني، فممكن ساعتها مثلا اعمل كذا variable تاني sum subtract multiplication و حط بقى مثلا دلوقتي السم واشوف برضو الطيب بتاعه. فرجعت لي 11 اللي هو السم بتاعهم، وفي نفس الوقت الكلاس بتاعه انتجر. فلو رجعتهم كلهم مرة واحدة فهي بترجع لشكل تابل، بس لو رجعتهم سيبريتلي عادي ترجع بالداتا تايب بتاعتها. طب انا مثلا مش عايزة ارجعهم كلهم، انا عايزة مثلا ارجع السم والمالتبليكيشن بس، مش عايزة ارجع ده. فطبعا انا لو شلت سبتراكت كده وجيت اعمل رن هيطلع ايرور، فمينفعش اعمل كده. بدل ما السبتراكت اعمل بس ايه اندر سكور، وعادي لو جيت ارن هيرن عادي من غير اي ايرور. دلوقتي تعالوا نشوف الجلوبال واللوكال فاريبلز. فانا لو عندي function مثلا again، وفي مثلا variable جوه اسمه s string جوه كلمة python، وهي ال function دي هتطبعلي ال s اللي جوه. بعد كده غيرت ال value بتاعت ال s دي، خليها مثلا hello، وناديت على ال function. فأنا دلوقتي زي ما واضح ده يعتبر هو ال global variable، لكن ده هو ايه ال local variable، ومع ان الاتنين هما نفس الاسم. بس انا لو جيت طبعت كده هو طبعا هيطبعلي بايثون، هو ملوش دعوة بده، هو كأنه مش شايفه يعني function كأنه مش شايفه. ولو جيت طبعت الاس اللي هنا ف هيطبعلي عادي الاس اللي هنا من غير ما فيش حاجة هتأثر على التانية. طب انا لو عايزة اخلي الاس ده يبقى هنا كمان، لو حصل اي تغيير هنا يحصل في الفانكشن هنا، فبستعمل حاجة اسمها global وهديله اسم ال variable بتاعي اللي هو s. فأنا ساعتها هنا يعني حتى لما نيجي نرن طلع لي الاتنين بايثون. طب ليه طلع كده؟ فأول حاجة هو هيعدي ان ال s بتساوي hello، بكده هينادي ال function. فال function هي احنا عرفنا ان ال s دي global، فمعنى كده ان اي تغيير هيحصل هيأثر برضو ايه في ال global. فاحنا غيرنا الاس خليناها تبقى بايثون وطبعناها اللي هي اول برنت. بعد كده رجعنا من الفانكشن وطبعنا الاس تاني، وهي فعلا اتغيرت عشان احنا استعملنا جلوبال اس دي، واتغيرت هي كمان لبايثون. فبس ده كده الجلوبال واللوكال فاريبلز. دلوقتي تعالوا نشوف بقى ازاي نتعامل مع الفايلز، نقرا منه حاجه او نرايت فيه وهكذا. فاحنا بنيجي بنستعمل فانكشن يعني اسمها open. هي open دي مسؤولة ان احنا نأكسس اي فايل يعني، وبترجع لي زي فايل handler object كده او pointer، يعني هو بيشاور على ايه بداية الفايل. فانا مثلا هسمي ال pointer ده f open. اول حاجة بديله اسم الفايل بتاعي، انا اسم الفايل بتاعي demo.txt، و المود يعني عايز اريد ارايت ابند كده. انا دلوقتي عايزه اريد، فالمود بتاعي هو ار. فبس هو ده شكل الفايل بتاعي، هو عباره عن 3 سطور كده. فانا عايزه ابتدي بقى ايه اشوف الفانكشنز بتاعه الريد ايه. فقبل ما ننسى برضو، بعد اول ما نفتح فايل لازم نقفله برضو. فاول حاجه لو انا عايزه اريد مثلا
عدد معين من الكاركترز، ف بستعمل فانكشن اسمها read وبدي عدد الكاركترز. بس تعالوا نكتبها في print على طول، f dot read. طبعا احنا قلنا الفايل هاندلر اوبجكت ده هو اللي فيه الفانكشنز بتاعت الريد والرايت وكل الكلام ده، فانا جيت اعطيته مثلا 10 كاركترز، فاجي اعمل run فرجعلي فعلا 10 كاركترز، وطبعا حاسب السبيس ككاركتر يعني. طب انا مش عايزة مثلا يطبع لي اول لاين بس، ف في برضو فانكشن اسمها read line فرجعت لي اول لاين. طب لو عدتها مرة كمان فطبعت لي اول لاين وبعد كده طبعت تاني لاين. طب ده ليه؟ ده عشان احنا عندنا البوينتر ده هو اخر حاجة كان مشاور فيها في اول برينت، لو كان مشاور على hello from اما ايه ده في اخر، يعني كان مشاور هنا. بعد كده لما عملت read line تاني هيبتدي ان هو ايه يطبع تاني واحد، ما يبتديش تاني من الاول. طب انا لو عايزه اطبع بقى كل حاجه في الفايل بتاعي مش لاين بس، ففي فانكشن اسمها read lines. بس الفانكشن دي بترجع لي ليست فيها اللاينز. يعني انا لو جيت حتى وريتكم كده فرجعت لي الفايل على شكل ايه ليست، فانا عايزه اخلي شكله يعني readable اكتر، ف اسميه مثلا variable اسمه lines ك read lines، وبعد كده اعمل loop مثلا على lines دي واخليها تتبعلي كل line. فعلا طبعت لي الفايل كله in terms of lines يعني، أو سترينجات يعني، مش ليست. طيب عندي بقى طريقة تانية ان انا اطبع الكل اللي في الفايل من غير ما استعمل يعني read lines، بس هي هترجع لي الفايل كله على شكل string، على انه one string، وهي function read بس. يعني اعمل f dot read، طبعا ما اداش اي كاركتر، لو عملت print هي رجعت لي الفايل كله، بس ايه كانه string واحد. طيب ده كده بالنسبة للread. طب بالنسبة مثلا الرايت لو عايزة اغير المود، فنفس الكلام برضو، منساش اعمل افتح الفايل بقى اعمل close، فنشوف بقى الفانكشنز بتاعت الريد بتاعت الرايت. هي فانكشن اف رايت واكتب فيها بقى اي حاجه انا عايزاها، اكتب مثلا هلو ك ايام رن، فهي طبعا شالت كل اللي كان موجود وكتبته من الاول. طب انا مثلا ما كنتش عايزه ده يحصل، انا عايزه اخليه يطبع مثلا الكلام ده في حتة تانية، او اخليه يكريت فايل تاني بدل ما اوفر رايت على الفايل بتاعي. فعلا اهو طبعت ايه هلو جين. طب انا لو جيت طبعت السطر ده تاني وجيت ارن، فهي طبعتهم هما الاتنين ايه جنب بعض، فبيجي هنا بقى دور الباك سلاش ان عشان ايه افرق، يبقى في spaces ما بين ال lines يعني اللي هكتبها. طيب ده بالنسبة لل right. طب ايه اللي بيفرق مثلا right على append؟ هما برضو بيكتبوا في الفايل. ال append هو مش بي overwrite، يعني زي ما شفنا في الاول انا ما جيت عملت run وكنت بشغل على اللي هو demo dot txt، هو شال لي كل اللي موجود وكتب من الاول، فانا لا انا مش عايزة كده، انا عايزة ايه append، فبستعمل حاجة بستعمل مود تاني اللي هو الأبند. بس تعالوا نشوف طريقة تانية جديدة برضو لكتابة الفايلز عامة، ونشوف برضو البروبرتي بتاعت الأبند دي. ده في ممكن بدل ما استعمل الـ F equal F open وهكذا،
اعمل ويف اوبن على طول واديله برضو اسم الفايل بتاعي. ما احنا قلنا هنشتغل مود ابند as if. بعد كده هعمل رايت اكتب بقى اي سترينج انا عايزاه هلو اي حاجة. بس ايه الفرق بقى بين الطريقة دي وان احنا عملنا اف ايكوال اف كلوز وكده؟ الفرق ان احنا لما استعملنا with open as if احنا كده مش لازم ان احنا نكلوز الفايل، ف عشان ما تزودش عليك اللي هو ايه كل شوية تنسى انك تقفل الفايل وكده. لا مش لازم، يعني هي الطريقة دي خلاص انت منسى انك فتحت الفايل، انت مش مضطر انك تقفله يعني. فتعالوا كده نرن ونشوف. فانا عملت append لهلو. طب احنا مش عايزينها تبقى جنبها كده، فاعمل بقى ايه backslash n في الاول وهي طبعت لي تحت. طبعا هي بتعمل ابند فهي ايه مش هت overwrite، فمش هتشيل اول واحدة احنا سيبناها يعني، دي already كانت سيبت من المرة اللي قبلها. ده كده بالنسبة للفايلز. دلوقتي اخر حاجة في البيزكس وهي حاجة اسمها special variables. بس قبل ما نعرف يعني قبل ما نعرف هي ايه، هو في كذا special variable طبعا، بس احنا هناخد حاجة منهم واحدة. بس تعالوا نشوف حاجة بسيطة كده عشان نعرف احنا ممكن نستعملهم ازاي. فأنا عندي مثلا function معينة هتخليها to print hello from file 1، ده اسم الفايل اللي انا فيه تمام. بعد كده اجي انادي على الفانكشن دي وهتطبعلي hello from file 1. طب انا لو عايزة فايل تاني يimport الفانكشن دي، فعادي هفتح فايل تاني اكتب from file 1 import اسم الفانكشن. ممكن اكتب اسم الفانكشن او ممكن عادي اعمل استريكس كده، يعني دي معناها import اي حاجة في الفايل مش شرط الفانكشن دي. فبعد كده هعمل كل الفانكشن تاني. فانا هاجي دلوقتي ارن من فايل 2 ده، فلما انتوا شايفين هو طبع لي هلو from file 1 مرتين. طب ليه؟ اول مرة من الامبورت هو راح لما جاي يعمل امبورت عمل run الفايل هنا، فراح نادى على الفانكشن وطبعها مرة. بعد كده تاني مرة لما عملت كل للفانكشن. طيب ده بقى بسبب ايه؟ بسبب ان البايثون مفيش main function، فبالتالي انا لما جيت عملت امبورت من هنا هو طبع لي هو سوري عمل run للسكريبت ده كله، فانا مش عايزاه يرن كل اللي هنا، انا بس عايزاه يرن الحاجه دي بس. فبحط الميثودز بقى بتاعتي او الكود بتاعي في if condition كده. ويجي هنا بقى دور ال special variables. انا في special variable عندي اسمه thunder name. يعني حتى تعالوا نعمل له print كده. فهو رجع لي ايه مين. فهو هعمل الاف كونديشن لو هو الدندر دندر نيم ده دندر دندر بيساوي المين، فساعتها انا كده فين؟ انا كده في اللي هو الفايل ده فايل 1. فهعمل الاف كونديشن فانا هاجي ارن من هنا طبيعي هيرن عادي في ال hello from file 1 عشان انا already ال condition ده true. طب انا لما اجي بقى ارن هنا فهيعمل رن مرة واحدة بس. ليه طب هيعمل رن مرة واحدة؟ مرة واحدة اللي هي بتاعت ال function، هو لما يجي يروح يعمل import بعد كده هيعدي على if condition هل الدندر نيم ده بيساوي المين؟ فهو لأ عشان انا مش في الفايل ده نفسه، فبالتالي ايه اي حاجة جوه الاف كونديشن دي مش هتتحقق. فده فايدة يعني السبيشال فاريبل عشان ما يعملش يعني رن للكود ده الكود اللي هو في فايل 1 ده يعمل له رن مرتين. بس اتمنى تكونوا استفدتوا يعني من البيزكس دي، وهنكمل بعد كده بالبايثون لايبريز.